عبرية ولا مزغية، وهم عرب، وهم عرب يعني. هذه الظاهرة يجب أن لا تستمر. الأمازيغ هم عرب قدماء، والبربر يعني هم العرب الذين جوا البربر. حتى نحن هنا في شمال أفريقيا في الأصل مهاجرين، نحن أتينا من الجزيرة العربية منذ 1000 سنة، وبعضنا جاء منذ 5000 سنة. يعني ما يسمى بالعرب البربر أو الأمازيغ هم عرب هاجروا من الجزيرة العربية من 5000 سنة، والعرب الذين جاءوا مع الإسلام هم الذين لهم 1000 سنة. هذه الهجرة خلقت هالشعوب الموجودة الآن في شمال أفريقيا. شمال أفريقيا ويأخذ فيه وحدين وضعاف، يقول فيهم غادي ويتكلموا باسمنا، وإحنا ما ناش محتاجين لواحد يقعد في الانترنت في فرنسا وعند أمريكا ويتكلم باسمنا. وش اللي يقوموا مال الأخرى يضمون اللي ينبحوا؟ كان يدفعوا له فلوس مقابل أن ينبح. هذه ما تهمنا احنا، ما نقبلش. أنا أي اللي بيقول أنا من أقلية، من أقلية كيف؟ بربرية معناها هي العربية، خلاص انقلبت الآية. خلاص لما تقول بربري معناها أنك أنت عربي قح، أمازيغي معناها العرب الأصلي اللي جاي من جنوب الجزيرة العربية. واحد، لأن وحدة النسيج الاجتماعي الليبي والوحدة الوطنية وأمن واستقرار ليبيا خط أحمر لن نسمح لعملاء الغرب وما في حكمهم بتمزيقه خدمة لأجندة خارجية معادية لحركة التحرر القومي والأفريقي والذي تقوده دورة الفاتح في سبتمبر العظيم ضد بلادها بقيادة قائدها العظيم معمر القذافي. إن ليبيا الدورة لسخنها القومي والعالمي لن تسمح بتدمير السلم والأمن الاجتماعي. هذه قضية منتهية. احنا كنا بنتكلم عن العروبة بنتهموكم انتم، ممكن تكونوا متعصبين للعروبة ونقولوكم مرجوكم، احنا حتى احنا عرب زيكم الاخرين اللي جاوا بعد الاسلام بني هلال وبني سليم ومن ممكن يجيكم يقولوا حتى احنا عرب خوتكم ورجوكم تقولوا تزايدوا عليهم. يقول لا احنا عرب احسن منكم، احنا العرب العاربة، احنا اللي من قحطان، اما انتم عدنانية، ابوكم اسماعيل، اسماعيل ابوه ابراهيم، انتم ما كومش عرب عاربة، انتم عرب مستعربة، انتم اللي تزايدوا عليهم، انتم المفروض تعصبوا، كان المفروض تتهموا بالتعصب. لكم العرب اللي ما امتزجوش مع حد، حتى لما جو الرومان قعدتوا في الجبل من مراكش لعند ليبيا، قعدنا في الجبال باش نقتلوا الرومان، ما اختلطنا بحد ابدا من وقت ما جينا من 3000 سنة لهذه المنطقة، ما اختلطنا بحد. نفس اللغة اللي جينا بها من جنوب الجزيرة العربية هي اللي تو بنسميها البربرية ولا مزغية، ونفس الحروف. من اللي خلاكم رجال قدام اليهود والفرنسيز والانجليز؟ قلت له استعمار، قلت له العار يا كلاب، يا جبالية يا مسخين، قلت العار يا بربر كوف، يا جبالية يا مسخين، قلت العار يا بربر كوف، يا جبالية يا مسخين، قلت العار يا بربر كوف. هذا ضار بينا، هذا اللي بيقول لنا هذه كلام عدو. اي واحد يطلع من هالمنطقة ويقول هذه كلام وجند العدو برا، هذه مسؤوليتكم انتم، مطاردته ولا استرجاعه ولا القضاء عليه ولا قطع لسانه ولا قطع لسانه ولا قطع لسانه ولا قطع. نحن اهالي منطقه يفرن نرفض كافه انواع الارتباط بالدوائر الاستعماريه الغربيه من اجل تفكيك المكون الاجتماعي للمنطقه، وباعتبار ان الهجرات العربيه القديمه قد تقاسمنا الحياه بالتساوي وتعايشنا منذ الازل كاخوه، بالتالي نكرر رفضنا لمن حاول التحدث تعصبا باسمنا فيما يسمى بالكونغرس الامازيغ المشبوه والممول من قبل الدوائر الاستعماريه والصهيونيه، وان هذه الحفنه التافهه والتي تعد على اصابع اليد لا تمثل الا نفسها وافكارها الباريه. واحنا ما ناش محتاجين لواحد يقعد في الانترنت في فرنسا وعند امريكا ويتكلم باسمنا.